عازف العود الشهير نصير سما، اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك، اهلا وسهلا. اليوم عم نحتفل بمرور 5 سنين على مهرجان البياف، بدايه شو بتقول لدكتور ميشيل ظاهر بهذه المناسبه؟ اكيد جهد يستقطب الاضواء للبنان، لبيروت، بونسوار كمان صباح، يستقطب الاضواء ويستقطب العيون الناس في كل مكان لبيروت وللبنان اللي يعني معروف عنها انه هي بلد الجمال وبلد الذوق والاناقه، وهذا المهرجان هو تتويج لكل هذا الجمال اللي موجود الحقيقه في لبنان، واحنا نتمنى للاستمراريه ونتمنى لمزيد من التالق والتقدم، يعني ارجو ان يكون هذه السنه هي دفعه للامام بشكل واضح وكبير. استاذ نصير، هيدي الدوره مهداه لروح الفنان الكبير الصباح، فشو بتقول للصبوحه من خلالنا؟ الصباح هي قالت الكثير، احنا ما عدنا ما نقول لها غير انه احنا يعني حبيناها في كل مراحل حياتنا، كانت خفيفة على قلوب الناس في كل زمان، صارت عندي فرصة انه مرتين اجتمعنا بالقاهرة، اجتماعات كانت جميلة، كرمنا مع بعض في القاهرة من سنين قبل رحيلها، وكنا جالسين على نفس الطاولة وتحدثنا. إنسانة ظلت محتفظة بروحها، ظلت محتفظة بجمال روحها إلى آخر نفس، مع المعاناة اللي عاشتها السنين الأخيرة، لكنه ظلت صباح صورتها خاصة عند كل العرب الحقيقة. شو في تحضيرات جديدة عم تحضر لحضرتك ومهرجانات وحفلات؟ عندنا أنا عندي حملة اسمها حملة أهلنا لمساعدة العراقيين النازحين، وبديت جولة كانت من أيام في جنيف وقبلها في بغداد، وقريبا راح تكون في كندا، وتتواصل هاي الجولة لدعم النازحين. وعندنا اسطوانة جديدة راح تكون حديثة جدا، مختلفة عن كل اسطواناتي السابقة، راح تصدر إن شاء الله خلال يمكن العيد إذا لحقناها. نتمنى لك مزيد من التوفيق. شكرا.